دانا عبد الحق من مجموعة كشافة ومرشدات نادي جبل النار. حبيت أشارككم في برنامج رمضان مع جبل النار أحلى. وفي برنامج طبخ اليوم، واليوم طبقنا واللي هو الكبسة. فخلونا نبلش ويا رب طبعا أول شيء رح نبلش بالدجاج، ورح نقسم بصلة ونص. هلأ هون حطينا زيت، هلأ حنزلنا شوية بصل، هلأ حندير الباقي. هلأ حندير الدجاج. نحط من 3 معالق ل 4 معالق ماجي. هلا حطينا احنا الماجي، حنحط رشة فلفل اسود. هون ورق غار وحب هان رح نحطه. هلا رح ندير مي دافية لحتى نغطي الدجاج. هلا احنا سكرنا الضغط، رح نعير من لما بتصفي رح نعيرها من ربع ساعة إلى ثلث ساعة. هلا حطينا كاسين رز أمريكي ورح ننقعهم بالمي. بعد ما غلي رح نضيف الرز. هلا رح نطوي الجاي وكمان رح نحسب فص المية عشان الرز. بتجيبوا مج وبتحطوا لربعة زيت، بتحطوه بقلب الرز هيك، بعدين بتجيبوا صحن وبتحطوه وبتسكروا. احنا قمنا الفحم من الزيت ودرناه هون، وبعدين درنا الزيت، وبعدين خلاص نسكر. وهي سفرتنا لرمضان بتكون جاهزة. صحة وهنا للجميع، صيام مقبولا وإفطارا هنيا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا.